بسم الله، خلينا نشوف بعض الطرق ان انا اعمل تحديد او سيكشن 3D لجزء معين من المبنى. تمام، في طرق كتير جدا، منها ان انا اعمل سيلكت على الجزء اللي انا عايزه. تمام، واقول له انا عايز الجزء ده واشوفه بس هو اللي موجود في 3D، واعلم على ديت، هيبدا يعمل سيكشن للجزء ده بس. تمام، في امكانيه تانية وهي ان انا اجي هنا في الخصائص واقول له انا عايز افعل سيكشن بوكس، وابدا اصغر من المقابل ديت لحد ما اوصل للجزء اللي انا عايزه. تمام، تقدر تتحرك من المقابل ديت لحد ما توصل للجزء اللي انت عايزه. في حاجه تانية ان انا اقدر اجي هنا وادوس هنا واختار الفيو اللي انا عايزه، ممكن مثلا يكون سيكشن، ممكن يكون جزء معين. تمام، يبدا هو يجيبه لي، وبعد كده ادوس شيفت والبكره، هو ابدا اشوف الجزء ده في 3D. ممكن برضو هنا من الليفل او من بلان او من سيكشن او من اي حاجه اقول له فيو، اقول له انا عايز بول اوت بالشكل دوت. تمام، وعايز برضو احط سكوب بوكس. تمام، او ممكن من غيرهم، يعني دي تعمل سيلكت على دوت بحيث انها تحدد وتقول له انا عايز اشوفه في 3D. تمام، او ممكن من هنا هدوس رايت كليك واقول له ريد تو فيو واقول له فلور بلان، الاقي الكول اوت موجود اهوت، وشيفت مع البكره اللي في النص تقدر تختار الحاجه اللي انت عايزها. تمام، طيب في طرق اخرى، في طرق اخرى كتير، زي مثلا من منش ممكن اقول له انا عايز الحاجه ديت اشوفها في ال 3D. عشان المثال خلينا ناخد مثال عملي، فعندك كلاش، فالكلاش دوت انا عايز اشوفه 3D. تمام، فانا هاجي هنا من كول اوت، من كول بريت، اقول له انترفيس تشيك، واقول له ران انترفيس تشيك، واعمل تشيك مع اي حاجه، مع اي حاجه، يعني مثلا وول مع ويندو. ده مش كاش حقيقي لان اكيد الويندو موجوده في الوول، بس اساس يطلع لنا حاجه نبدا نشوفها. تمام، طيب ما طلعش، خلينا نشوف حاجه تانية ممكن. خلينا مثلا الوول مثلا مع الفلور، مع الدور مثلا، مع السيلينج مثلا. تمام، بيجيب لي الحاجات اهيت. تمام، فانت ممكن تاخد اي رقم من دول. تمام، وتبدا تفحصه، يعني ممكن تصدره كجدول، كجدول معمول في الوورد في اتش تي ام ال، وتبدا تشوف الارقام ديت. ممكن اقول له هنا انا عايز احدد من خلال الاي دي اللي هي ديت، واكتب له الرقم دوت، هو يجيبه لي. تمام، الاي دي دوت بيحدد لي مكان العنصر، فانا اقول له انا عايز مثلا الحيطه اللي هي 4 2 8 7 4 5. وفي طريقه تانية ان انا اقول له هنا شو. تمام، فيبدا يجيبها لي. تمام، بس هيبدا يجيبها لي مره بلان، مره سيكشن، مره كذا، فانا اقول له شو. طيب خلينا نكتب الرقم تاني، 6 9 7 6 1 2، واقول له شو. فبيبدا يوريه لي في 3D لان انا واقف في 3D. تقول له شو تاني، يوريه لك مكان تاني، او ممكن من هنا تقول له شو. تمام، برضه في حاجه كمان، ان انت لو عندك اي مشكله موجوده في المانج وقلت له انا عايز اشوف المشاكل اللي موجوده. تمام، دي مشاكل مثلا بالحوارات. تمام، فممكن برضه تاخد الرقم دوت. تمام، وتدور عليه وتقول له وريه لي في 3D، فهو يوريه في 3D، او ممكن تقول له شو فيبدا يوريه لك في 3D، في الفلور وفي البلان وهكذا. تمام، يعني تقدر بقى ممكن حاجات كتيره تقدر تشوفها. طيب هو قال لي مثلا عمل سيلكت على، طيب لو انا عملت سيلكت مثلا عنصر من خلال مثلا التحديد من الورنينج او التحديد من الاي دي، عملت حتى سيلكت على العنصر. تمام، فاقدر اقول له انا عايز اخفي العنصر دوت، اعلم عليه واعلم على السكوب بوكس، السكشن بوكس، واقول له ايزوليت اليمنت، يخفي كل العناصر ما عدا الاثنين دول. تمام، وانا عندي كروب فيو، اخفي الكروب فيو. تمام، طيب دلوقتي اقول له ايه، اعمل لي سكوب سكشن بوكس، فيعمل سكشن بوكس على العنصر بس اللي انا مختاره. يعني اقدر اعمل سيلكت على بعض العناصر واقول له العناصر دي بس هي اللي عايز لها ايزوليت، وبعد ما هتعمل ايزوليت اقول له اعمل لي سكشن بوكس، فيعمل سكشن بوكس على قد العناصر دي بس.